السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر سيد سلامة، مدرسة الكفراء والرسمية للغات دمياط الجديدة. إن شاء الله دي أهم الملاحظات اللي يعني ممكن تراجعوها معايا بالنسبة لليونتس أو على القطع بتاعة الريدنج تكست بتاعة التالتة سنة. بسم الله توكلنا على الله، نبدأ يا شباب. بسم الله توكلنا على الله. أول حاجة متعلقة بيونت 1، to see or to hear someone or listen someone do or doing something. يعني إيه الكلام ده يا شباب؟ مول I saw محمد صلاح play. ده معناها إن أنا شفت محمد صلاح وهو بيلعب الماتش كامل أو المباراة كاملة. I saw محمد صلاح play. يبقى see someone do something, hear someone do something, listen to someone do something. تمام. I saw محمد صلاح playing. محمد صلاح playing معناها ان انا شفت جزء من الماتش. طيب دي تيجي في الامتحان ازاي؟ معروف ان الافعال دي يا اما بعدها infinitive او gerund، ما ينفعش تو الانفينيتيف. يعني I saw محمد صلاح play أو I saw محمد صلاح playing. لكن لو جات لي في الاختياري I saw محمد صلاح to play ما تنفعش. تمام؟ دي أول معلومة عايزكم تخلوا بالكم معايا فيها في يونت 1. تاني معلومة one of، معروف إن بعدها اسم جمع أو فعل مفرد. أقول one of my students is a diplomat. يبقى فعل جمع أو اسم جمع اللي هو students is ده الفعل المفرد. One of the missing boys، أحد الأولاد اللي ضايعين أو المفقودين was found، وجد. ف one of بعدها اسم جمع plural noun. One of the missing boys was، ما قلتش where. One of my students is، ما قلتش are. One of my teachers has، ما قلتش have. دي تاني قاعدة يا شباب، يعني بحب ألفت انتباهكم بس في unit 1. تالت قاعدة في unit 1 و unit 2، I left her crying، تركتها وهي تبكي. يبقى القاعدة بتقول to leave بعد كده object مفعول به بعد كده gerund. I left her crying. I left her crying. ما قلتش I left her cry. لا. I left her crying. ما قلتش I left her to cry. لا. I left her crying. So to leave بعدها object بعدها gerund. نشوف المصطلح الجميل aged. كلمة aged دي صفة بمعنى at the age of. لما أقول she died aged 90. She died aged 90 يعني ماتت عن عمر يناهز 90 سنة. Died aged يعني died at the age of. هي نحفظها. I have a girl called Hugger. I have a girl called Hager. عند بنت تدعى Hager. هي كان أصلها إيه؟ Who is called. Who is called. أو كان أصلها which is called. I have a villa. أو there is a villa which is called Talleranheim House. تمام؟ يبقى called دي اللي كان أصلها who is called أو which is called. خلي بالنا من المعلومة الثالثة دي يا شباب. I have a girl called Hager. اللي كان أصلها who is called بس بنختصرها. Politics. في فرق يا شباب ما بين كلمة politics وكلمة policy. Politics this is local politics اللي هي السياسة الداخلية. Our group has nothing to do with politics. المجموعة بتاعتنا دي ملهاش علاقة بالسياسة. I can study politics. يبقى politics is a science.
ده علم بندرسه. Politics is a science. Study politics. أما العلوم السياسية برضو نفس politics بالضبط. Political science. Political sciences. I study political sciences أو I study politics. الاثنين واحد. أما اللي حكيت بقى policy. Policy يعني سياسة الإنسان بيتبعها. يعني عنده a plan. خطة بيتبعها. I have a policy to follow. I have a plan to follow. عندي خطة ماشي عليها اللي هي سياسة ماشي عليها. يبقى السياسة هنا مش بمعنى السياسة اللي احنا عارفينها العلوم السياسة. لا سياسة هنا بمعنى plan. Plan to follow. خطة بتتبعها. To adopt a firm policy. يتبنى سياسة صارمة. أو يتبنى خطة صارمة. ماشي بنظام صارم. سلوب. ستايل. ففي فرق عشان لما تجيلي في الامتحان ابقى عارف الفرق بين politics و policy. In association with بالاتحاد مع. مول فوتبول association اتحاد كرة القدم. Associate professor ده نقول عليه مدرس في جامعة. A member of the association عضو في الاتحاد. Associate someone with someone else. لما اقول associate someone with someone else and I support him. I associate myself with my boss. انا ادعم مديري في العمل. يعني بربط نفسي بيه انا بدعمه. I associate myself with my boss. So we have associated with. In association with. Football association. Associate professor. Associate professor. A member of the association. Associate someone with someone else. I associate myself with my boss. نشوف كده spoil, spoiled. This means ruin, يعني يفسد أو يدلع. ممكن تيجي في السياق بمعنى يدلع. يعني يدلع ابنه, يدي كل اللي هو عاوزه. ما هو يدلع يعني بيفسده, بيبوظ أخلاقه. ما أقول she spoiled her kids, يعني هي أفسدت أولادها, دلعتهم. طب دلعتهم إزاي؟ And she doesn't know how to bring them up. مش عارفة إزاي تربيهم. ليه؟ Because she spoiled them. طب don't spoil your children, ما تدلعش عيالك, ما تفسدش أخلاقهم by giving them all they want, بإنك تدي لهم كل اللي هم عاوزينه. يبقى شباب نخلي بالنا من كلمة spoil. Some people think that the internet has spoiled the minds of our young people or our youth. أفسدت عقول الشباب. Whatever level you reach, you can dig deeper. مهما وصلت لمستوى معين هتقدر deep or dig deeper. Dig deeper. يبقى احفظ المصطلح اللي اسمه to reach a level, يصل الى مستوى معين. To reach a level and dig, dug, dug, يحفر. يبقى احفظها لي. To reach a level, يصل الى مستوى معين. احفظها, احفظها. To reach a level. To reach the length of 7,000 kilometers, اللي ما سماها يبلغ طوله كذا. The Great Wall of China, سور الصين العظيم, reaches a length of 7,000 kilometers. احفظ دي, احفظ لي. To reach a level and to reach the length of يبلغ طوله كذا. Give yourself goals and plan how to achieve them. احفظ لي how to, ما تيجي في نص الكلام يبقى how بعدها to والانفينيتيف. How to achieve them. يبقى give, طب تيجي في الامتحان ازاي يا مستر؟ يقول لك ايه, give yourself, give myself, I give myself goals and I plan how achieve, how achieving, how to achieve. اقول له لا, how to achieve, لان دي قاعده عندنا في المنهج. How to do something. يبقى how to نجيب بعدها الانفينيتيف. طيب you did a good job, you did a good job, لقد ابليت بلاء حسنا. You did a good job. You did a good job. تمام. You did a good job. و
Why not continue؟ طب ليه ما تكملش؟ يا سلام، يعني المصطلح اللي اسمه why not ممكن يجي بعد منه infinitive. اه حتى دي موجودة في القصة عندنا. مسابت بيقول له you did a good job why not continue؟ طب ليه ما تكملش؟ اذا المصطلح اللي اسمه why not يجوز اجيب بعد منه infinitive direct مباشر. Why not continue؟ Why not continue؟ Why not continue؟ تمام؟ يبقى المصطلح ده خلي بالك. How to do something and why not can be followed by infinitive directly. نشوف بقى insist on is followed by a gerund. Insist on is followed by a gerund. Insist that is followed by a subject and a verb. To be insistent, to be insistent, يبقى insistent, it must be preceded by, should be preceded by am or is or are or I am insistent, she is insistent, you are insistent. But instant, instant, زي ما انت شايف كده بمعنى لحظي. لذلك نسمي الرسائل اللي هي instant message. Instant message, رسائل لحظية زي اللي بتجيلك كده على النت وانت قاعد. Persist in, يبقى في فرق بين insist on, persist in, insist on, persist in. الاثنين followed by a noun or a gerund. But insistent تختلف عن instant. خلي بالنا من دول يا شباب. While I was finishing one story, I was planning the next one. هذا تعبير يدل على السرعة في الكتابة. الاثنين ماضي مستمر زي ما انت شايف. الجملة دي قالها يحيى حقي. بيقول ومتاخدة من الكتاب بالنص. بيقول while I was finishing one story, I was planning the next one. While I was finishing one story, I was planning the next one. يعني في الوقت اللي أنا بفنش فيه قصة كنت بفكر في التانية. يعني حدثين في وقت واحد. يبقى ده يدل على السرعة في الكتابة. While I was finishing one story, I was planning the next one. The story established him as a great writer. القصة دي رفعت من شأنه ككاتب عظيم. يبقى كلمة to establish someone مش معناه تؤسسه، لا معناه ترفعه، ترفع من قيمته، ترفع من مكانته. The story established him as a great writer. شوف الكلمات دي fashionable means trendy، حاجة ماشية على الموضة كده. Old fashioned, out of date. خلي بالك من التلاتة. Lead to means result in. Lead to or result in. زي ما انت شايف كده بالعربي يؤدي إلى. أما result from means ينتج عن. Smoking results in يعني leads to. التدخين يؤدي إلى lung cancer. والعياذ بالله. Smoking results in lung cancer. أقول lung cancer results from ينتج عن smoking. خلي بالك بين result in و result from. Confuse someone with something. اختلط عليه الأمر. To get confused with it. It's a confusing question. إنه أمر مربك. نلاحظ يا شباب أن الصفة المنتهية بـ ed بنسميها اسم مفعول. تمام؟ يعني هو اللي وقع عليه الحدث. أما الصفة المنتهية بـ ing ده بنسميه اسم فاعل. Clear up the confusion. يزيل الالتباس بالشرح والتوضيح. Clear up the mystery. يزيل الغموض. A state, I'm in a state of confusion. أنا في حالة من الفوضى والارتباك. He is a person of an average height. خلي بالك من المصطلح ده of an average height. هو شخص متوسط الطول. Of an average height. Average height. Average height. He is of an average intelligence. ذكاء متوسط. He is of an average intelligence. An average size animal. حيوان متوسط الحجم. خلي بالك بنركز على كلمة average. Average. The average speed of متوسط سرعة كذا. The average speed. Average speed. In an average week في المتوسط الأسبوعي. On average بالمتوسط كده. I study 5 hours a day. On average.
بالمتوسط يعني، في المتوسط كده on average، احفظها on average، average. بنقول يستخدم الماضي البسيط مع ظروف التكرار الآتية للتعبير عن عادة في الماضي. عادي جدا لما الاقي كلمة always مع الماضي البسيط، عادي جدا لما الاقي كلمة usually مع الماضي البسيط، عادي جدا لما الاقي often sometimes every مع الماضي البسيط. بس هنا انا بكون بتكلم عن past habits، عادات خلصت من زمان، وميزها بكلمة when I was أو I used to كده، يعني بتكلم عن حاجات في الماضي. فهي usually made noise in class when he was a student. شوف لما قلت when he was a student يبقى usually هنا اتكلمت عن past habits. Once تستخدم once مع الماضي البسيط للتعبير عن عادات في الماضي. كلمة once هنا مش بمعنى ذات مرة. I visited him once a week. شوف visited past simple once a week، تمام؟ يبقى بتكلم عن عادات في الماضي. I visited him once a week when he was in hospital. لو انا لو قلت الجملة دي من غير عبارة when he was in hospital اقول I visit him، I visit him once a week، اخليها present simple. لكن انا قلت الكلام في الماضي when he was in hospital but I visited him once a week when he was in hospital. Once the moment I saw her, I had seen her, I asked her to come to the party. عندما نتحدث عن أمور مرتبطة بالمضارع أو المستقبل يأتي بعد while مضارع بسيط أو مستمر. You should concentrate. يبقى أتكلم عن المستقبل أو لازم تركز. While you are studying. يجوز أن بعد while أجيب بعدها مضارع بسيط أو مستمر لو أنا بتكلم عن أمور future. I'd like to phone you while you are in the party. عادي while you are in the party. الماضي التام هو الحدث الذي وقع أولا قبل حدث آخر، ويمكن فهمه من السياق بدون الحاجة إلى رابط. Back to the school. يعني لما رجعت المدرسة I didn't find my bag. ما لقيتش الشنطة. يبقى someone had taken it. أكيد حد أخذها. يبقى دول حدثين. رجوعي للمدرسة واكتشفت ان حد خد الايه الشنطة، يبقى دول حدث اول had taken it. فالماضي التام ممكن يجي بدون علامات ولا بدون كلام خالص. Back to the school I didn't find my bag, someone had taken it. شوفكم ان شاء الله في unit 3. السلام عليكم.